أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية. الأسبوع اللي راح وفي فقرة سؤال الأسبوع تكلمت أنا والدكتور خالد وتناقشنا عن موضوع مهم، هل ذكر التوراة أو تكلم عن رسول الإسلام، وقلنا أنه في حلقة الأسبوع اللي بعدها هنتكلم هل يوجد أي شيء عن رسول الإسلام في العهد الجديد أو الإنجيل. لكن في البداية وقبل ما ندخل في السؤال، خلونا نرحب أنا وإنت وفي الدكتور خالد، ويا أهلا وسهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا في عماد، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين، والرب يبارك الجميع، وإن شاء الله نستفيد من هذه الحلقة. طيب، إحنا الأسبوع اللي راح تكلمنا عن وجود رسول الإسلام في التوراة، صحيح، وانت بصراحه ما قصرت واقنعتنا، واتوقع انك اقنعت المشاهدين واقنعت كل انسان عاقل انه هذا بالمنطق وبالكتاب المقدس وبالتوراة مش صحيح ومش موجود. طيب، انت وعدتنا اليوم حتجاوب على النص الثاني بخصوص هل طيب مش موجود في التوراة، طيب هل موجود في اي اشاره عن رسول الإسلام في الانجيل؟ لانه في كثير بصراحه يدعون هذا أو يزعمون هذا الادعاء. كيف تحب ترد وإيش حاب تقول لنا اليوم؟ أمين. أولاً هذا موضوع كبير، وحابب أقول لك لا، أنا أول ما قريت الإنجيل أنا بعد ما تركت الإسلام وصرت مسيحي كنت عم بدور على الآية، لأنه حيرسل رسولا من بعدي اسمه أحمد، حافظها وتدور عليها. أيوة، كانوا نعم. كده يقولوا لنا إنه إنجيل برنابة، صح؟ نعم. ودور عليها الإنجيل كله ما لقيتها. بالأخير بعد شوية بحث وتحري لقيت أنه إنجيل برنابة كتب 900 ميلادي، والدليل أنه المسعودي شاف والمفسرين المسلمين القدامى قالوا هناك أربع أناجيل، متى ولوقا ومرقس ويوحنا. كان الأولى أنه يذكروا برنابة لأنه مذكور فيه نبوءة عن محمد، لكن ما جابوا سيرته، مما يدل على أنه غير معروف في هذاك الزمن. طب هل إنجيل برنابة ذكر سيأتي رسول من بعد اسمه أحمد؟ أيوه. بالنص؟ أيوه. لأنه على فكرة قريتها 900 سنة بعد الميلاد، معناته بعد ظهور الإسلام. ما هذا هو يعني شوف، الإسلام ظهر 600 سنة، والمسعودي من يعني من العهد الحديث للإسلام، شايف، من كتاب نعم. الحديث نعم. فكان المفروض من أولى أنه يكون مذكور الإنجيل في هذاك الوقت. نعم، ما ظهر إلا بعد 900، بعد 400 سنة من الإسلام يعني. أمين. طيب إنجيل برنابة يقر بألوهية السيد المسيح؟ لأن أنا أعرف أنه هو يقر بألوهية السيد المسيح. أيوه، بس ما له أي مصدر. نعم، حتى يعني حتى وهو محرف وهو ما له مصدر برضو يقر بألوهية. كان الأولى المسلمين جابوا سيرته. نعم، الأوائل، صح ولا نعم. لا؟ نعم، صحيح كلامك، صحيح. أوكي. صحيح. هو في لحظة المسلمين دائما يستخدموا آية، خليني أقراها لأنه أنا لاحظت أنه هذا بتجاوب الجواب الشافي الكافي. نعم، شايف، هذه الآية موجودة في يوحنا 14، تقول لك ومتى جاء المعزي، هذا المسيح بيتكلم. نعم. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب والروح الحق. نعم. الذي من عند الأب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا. إذن الآية هذه أنت تقصد انه الاخوان المسلمين يزعمون انها تخص او تشير الى 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 نبي الاسلام. ايوه، او احيانا بعض النسخ يستخدم كلمه اللاتينيه الباراكليتوس، شايف، على الروح القدس. نعم، وهذا طيب انت طبعاً. تقول انه على الروح القدس مش النبي الاسلام. طيب لا. طيب فهمني ليه انت تقول هذه الروح القدس ممكن تجي معك اوكي لكن ما تضبط مع نبي الإسلام؟ ما تضبط، ما تركب. ليش؟ ليش ما تركب؟ لأنه أول شيء الروح القدس روح مش جسد. أمين. محمد جسد. لا لا، عيد الجملة لو سمحت، عيدها. لأن إيش؟ الروح القدس روح وليس جسد. وهل الآية تقول إنه روح؟ واضح، روح. إيش الجزء؟ اقرأ لي الجزء اللي يقول روح. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله إليكم من الأب والروح الحق. يعني هو روح. روح. وليس جسد. وليس جسد. طيب. هذا شيء واضح. لكن. واضح. طيب خلينا نكمل. طيب نكمل. خلينا نمشي. قال طيب. إيش الآية؟ قال يشهد لي. المسيح عم يقول يشهد لي. نعم. هل محمد عم يشهد للمسيح؟ أعتقد لا. لا.
إذن مش هو. نعم. بعدين قال في آيات تانية، بس يعني هذه الآية كان فيها معلومتين حلوين. نعم. في آيات تانية قال إنه ويمكث معكم إلى الأبد. إلى الأبد. نعم. هل محمد معنا الآن؟ لا. إحنا عارفين إنه محمد مات عمره كم؟ 63 سنة. نعم. نعم. لكن الروح القدس موجود حي. موجود. موجود إلى اليوم. بعدين المسيح قال للتلاميذ، قال لهم امكثوا في أورشليم إلى أن يحل عليكم روح القدس. شايف؟ نعم. فمكثوا كان 50 يوم. نعم. بعد الصلب والقيامة. نعم. وجاء الروح القدس وحل عليهم وصاروا يتكلموا بألسنة وعارفين. نعم. القصة في أعمال الرسل 2. نعم. ليحل عليكم. نعم. وهذا وقت أعمال الرسل. أيوة. بداية الكنيسة. بداية الكنيسة. والإسلام طلع بعد 600 سنة تقريبا. بعدها. ولا لو كان مقصود محمد كان قاعدوا إلى الآن وما صار. وهم لسه منتظرين. كان أيوة توفوا ما صار. نعم. لا وحتى كلمة يحل عليكم. يحل عليكم تعطي معنى الروح. تعطي معنى روحي. صح. نعم. هل في الآية شيء ممكن برضو يعني يدل أو يعطيك يعني بشكل قطعي جازم إنه المقصود الروح القدس؟ لأنه في أتوقع أنك ذكرت الذي لا يراه العالم. أيوة. نعم. هو الروح ما أحد منهم. نعم. فهمها يعني شوف. نعم. في عدة أشياء قلنا أن الروح القدس مرسل من عند المسيح نفسه. نعم. شايف؟ آمين. ويشهد للمسيح. للمسيح. إذا رسله المسيح. أيوة. ويشهد للمسيح. الروح يمجد المسيح. نعم. هل محمد يمجد المسيح؟ لا ما أعتقد. الروح يؤكد على الصليب. هل محمد ينكر الصليب ولا يؤكد عليه؟ لا ينكر الصليب. طيب. الروح يؤكد على بنوة المسيح لله. هل محمد يؤكد لا ولا ينكرها؟ لا ينكرها طبعا. هذه كلها دلائل. لا بل ويكفر اللي يقول اللي يؤيدها. نعم. وهذه كلها دلائل يا عماد تبين على أنه الروح القدس هو روح الله المنبثق من عند الآب ومش محمد. نعم. وهو اللي أرسله سيد المسيح لنا وليس أحد سواه. صحيح. آمين. يعني نعم. أنت تبغى تقول من خلال الأسبوع اللي فات وهذا الأسبوع أنه رسول الإسلام أو يا أخواننا يا مسلمين رسول الإسلام فعلا مش موجود لا في التوراة في العهد القديم ولا في الإنجيل العهد الجديد ولو بالأدلة والبراهين ومن خلال النصوص والآيات اللي أنتم تستدلون أو تستشهدون بها على أنها تخص ما تخص أبدا ولا ومستحيل تنطبق عليه لكن المقصود صحيح. في التوراة هو الرب يسوع المسيح له كل المجد والمقصود هنا في المعزي في الإنجيل هو الروح القدس وهذا كان واضح وصريح والمفروض أن احنا نستغل الجواب ذا عشان ندعوكم تتعرفوا على سيد المسيح وتقبلوه لأنه هو بشارة الكتاب المقدس هو الحل هو المحبة هو المعرفة هو الحق هو كل شيء نحتاج اليوم وكل يوم حياتنا تغيرت بسبب السيد المسيح وحياتكم حتتغير بسبب السيد المسيح لا يوجد أي بشارة الدكتور خالد أول ما بدأ يفتح ويفل ويدور لم يدور على ابن الله في الكتاب المقدس ولم يدور يبحث عن أي كلمة لكن كان يدور بأمانة عن ذكر لرسول الإسلام نعم. ولم يجد استخدم كن إنسان أخي المشاهد واستخدم عقلك وكن أمين وحريص لأنه لن ينفعك أحد ولن تخلص مهما صليت أو صمت أو أنكرت أو حاولت إلا بطريق واحد هو طريق السيد المسيح له كل المجد وفي ختام هذه الفقرة أشكركم للمتابعة وأتمنى نجتمع معكم وتبقون معانا لحد بعد الفاصل ويا أهلا وسهلا فيكم.